هذا السؤال يقول: هل يشترط في القنوت في الصلاة إذن ولي الأمر؟ الصلاة عبادة، ولا يجوز إحداث شيء منها إلا بفتوى من أهل العلم، ينظرون في الأمور ويقدرون متى يجوز القنوت ومتى لا يجوز القنوت. لا يجوز الإنسان الفوضى في الصلاة وكل بهواه وكل، لا، لازم من فتوى أهل العلم وأهل الفتوى. فإذا أفتوا بالقنوت فولي الأمر يعمم هذه الفتوى، ولي الأمر يعمم هذه الفتوى على الناس. وإذا لم يفتوا فالإنسان لا يقنط، لا يجوز الفوضى في الصلاة وكل بهواه. نعم.